هنبدأ مع حضراتكم جولتنا في عالم السوشيال ميديا، وهنبدأها من تويتر عشان نتعرف على هاشتاج كلنا واحد مع الرئيس السيسي، بيتصدر صفحات الموقع بشكل كبير جدا. جمهور تويتر شارك الهاشتاج ده وتفاعل معاه، وتعالوا نشوف بقى رواد تويتر كتبوا وقالوا ايه على الهاشتاج ده. جمال بيقول: كلنا واحد مع السيسي، الشكر لكل وطني بيدعم بلده ضد خوارج العصر. عبدالله بيقول: السيسي ليس بحاجة للدعم، السيسي شعب مصر يفدي بالروح والدم. محمد بيقول: أرض الواقع تشهد على كده، كلنا واحد مع السيسي. لسه مكملين على تويتر، وفيديو منتشر بشكل كبير على صفحات الموقع عن اعمال تطوير وتجميل ميدان العارف بالله، واللي بيعد اكبر ميدان تاريخي في مدينه جمهور في او في مدينه سوهاج عفوا. جمهور الموقع تداول الفيديو بشكل كبير جدا، وتمت مشاركته بين رواد الموقع. هنشوف دلوقتي كتبوا وقالوا ايه. زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا، ده كان فيديو بيوضح تطوير ميدان العارف بالله والشكل الجميل اللي أصبح عليه. لسه بنواصل متابعتنا على فيديو تطوير الميدان في سوهاج بعد تصدره موقع تويتر، خصوصا بعد بقى ما رواد الموقع اتفاعلوا وكتبوا تعليقات كتيرة جدا وكلمات الإشادة على الفيديو. تعالوا بقى دلوقتي نشوف كتبوا وقالوا إيه. الله، جميل جدا. تحيا مصر. وأخيرا وصل التطوير والخيد، أتمنى تشوفوا محافظة إنا كمان، والله يديم العز لمصر. خلونا من تويتر نروح لفيسبوك. مجموعة من الصور واخدة مساحة كبيرة من الانتشار عن متحف المركبات الملكية في بولاق، واللي بيستعد خلاص لفتح أبوابه للجمهور. الصور تم تداولها على صفحات الموقع. خلونا نشوف بعض من هذه الصور. على فيسبوك كمان هنشوف فيديو حقق انتشار كبير عن مشروع الروضة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مشروع المساكن البديلة للعشوائيات. انتشر صورة لبياع فريسكا في اسكندرية بعد ما كتبت عنه واحدة من رواد موقع تويتر تويتا كده أشادت بيه وبعمله البسيط. هنشوف كتبت وقالت إيه عنه. بياع الفريسكا تمام، يشبه بتاع زمان، نفس الصندوق الزجاجي، نفس البياع الاسمراني اللي الشمس لفحت بشرته بسمار اسكندراني. مع فتح الصندوق تفتح معاك كل الذكريات بتاعت زمان، ذكريات عبرت افق خيالي، كيف انساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي. من فيسبوك ليوتيوب، أغنية الفنان الكبير حسين الجسمي أهواك للمود ترند على يوتيوب.